قبل منامي مر ببالي وحي سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه البقعة المباركة من أرض قدنيز الطيبة، في هذا المكان الذي رزقنا الله عز وجل بالسيد الكريم محمد أحمد الغني الذي تبرع ببناء هذا المسجد ليكون منارة، ليكون قبلة يقصده الناس في هذه المنطقة التي لا يوجد فيها مساجد إلا على بعد مسافة كبيرة، بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا المسجد وما يتلى فيه من قرآن الكريم وما يكون فيه من صلاة وتعبد وما يكون فيه من ركعات وسجدات ودعاءات تكون كلها خالصة لوجه الكريم، وتكون كلها في ميزان حسنات أهلها وحسنات هذا المتبرع الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل له بهذا المسجد إن شاء الله عز وجل قصر في الجنة، ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بقي أن نقول لكم إن هذا المسجد أصبح أمانة في أعناقكم، عليكم أن تعمروه بالصلاة والتسبيح والذكر وسجود والركعات والدعاء لهذا المتبرع الكريم ولأهله، وأن يجعل الله عز وجل كل هذا في ميزان حسناتكم وحسناته إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة الله. رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمال.